حياكم حلقة جديدة من الزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف الاكس بوكس 1S، جهاز جديد من مايكروسوفت. هو الجهاز الثاني حق الاكس بوكس 1، يعني اكس بوكس 1-2 او اكس بوكس 1S. طلبتها من امازون لكن للاسف ارامكس حطوا لي فيه خط طويل، شيم اون يو ارامكس على الخدمة السيئة هذه. اوكي، البوكس هذا لحين اول مرة ابطله، عليه اللزقة اللي من فوق، بين لكم ان هذا جهاز جديد مو مبطينه من قبل، يطلع مثل كتيب كويك ستارت حق الاكس بوكس 1. فعندنا اكس بوكس، يدة الاكس بوكس، ستاند الاكس بوكس، جهاز وايد حلو، attention to details وايد عالي، تشغل 4K، افلام 4K وليست العاب 4K، 4K مثل نتفليكس او 4K فيديوز اللي هو الترا اتش دي بلوراي. الاكس بوكس 1S فيها خاصية ال HDR، الوان اكثر تطلع من الجهاز لتلفزيونك، لكن لازم تلفزيونك يكون HDR ريدي، يعني تلفزيونك يكون في color gamut اكثر من التلفزيونات العادية، وهذه تكون في التلفزيونات الجديدة. عندنا محول كهرباء HDMI out HDMI in، 2 USBs من وراء، في عندنا IR out ظهر شيء حق الانفراد. جهاز جذاب جدا، الابيض والاسود. خليني اوريكم، لان هذه release edition، فكاتب لنا Xbox One model 1681 hello from Seattle من الجانب الأسفل. هذه اليد الجديدة مالت الأكس بوكس، مسوين عليها ريفرش خفيف جدا، في مثل نتوءات خلف اليدة، استخدام تكنولوجيا البلوتوث قبل يدة الأكس بوكس القديمة. علشان توصلها بالكمبيوتر أو بالويندوز لازم كنت تشتري قطعة مثل هذه. حجم الأكس بوكس 1S 40% أصغر، شكلها وايد أحلى من الأكس بوكس 1. تشوف الحجم الأكس بوكس 1 كان كبير، تحسه ثقيل. هذه يدة اكس بوكس 1 القديمة، وهذه يدة اكس بوكس 1 الجديدة. لأول مرة باور سبلاي يكون داخل الاكس بوكس 1، ما يحتاج لمحول حطبة كبير يخترب او يحترق برا الجهاز، يعني كل شيء يكون داخل الجهاز، يعني تقدر تاخذ كهرباء البيت على طول توصلها في الاكس بوكس 1S اذا كانت هي امريكية او اوروبية. ريفرش حق الاكس بوكس 1 وايد حلو صراحة، عجبني ديزاينهم الجديد حق اليدة وحق الجهاز، يذكرني شوية بالبلاي ستيشن 2، نفس حجم البلاي ستيشن 2 اللي كانت نازلة لونها ابيض، لكن هذا بكل صراحة احلى بألف مرة. شو رايكم؟ اللي ما عنده اكس بوكس 1 خلي ياخذ الاكس بوكس 1S، واللي عنده الاكس بوكس 1 بكل صراحة إذا هو بيج فان أو بالأكس بوكس ياخذ للأكس بوكس 1S، لأن جهاز شكله وايد حلو. هذا الجهاز فيه 2 تيرا بايت مساحة كافية حق ألعاب وفيديوهات وموسيقى. إذا عجبكم هذا الفيديو سووا لايك وسووا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الثانية من هذه القناة،